الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. خلاص أسلمتي؟ طيب، كنت مكلفة بإيقاد هذه النيران في كل مكان، وأنت ملكة، كنت ملكة النار، فهل كنت ملكة النار واحدة أم كنتم كثيرين ملكات النار؟ في هذا الزمن أنت فقط. طيب، وصنعك إبليس وشكلك لهذا الغرض، وهل شكل إبليس يعني جنا آخرين لأغراض أخرى؟ طيب، سنطلب من العليم أن يعلمنا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تأكدوا تميزوا من الغيظ، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، 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 فكشفنا عنك. موجود ملك من ومن ومن؟ نعم، في البحار ملك أو ملوك؟ ليس كثيرين، بعض الملوك. وغير البحار؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، 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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نعم، هناك فرق أخرى ولكن يختبئون في الجبال. يختبئون في الجبال. نعم. طيب، لنحذر كلهم إن شاء الله كما يأتون. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكدوا تميزوا من الغيظ، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، 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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. جئتم؟ نعم، كنت أنتظركم. هل جئت من الجبل أو من البحر؟ وماذا كانت مهمتكم في البحار؟ إغراق السفن. إغراق السفن. هل في مثلث برمودا فقط أو في كل مكان؟ لا، في كل مكان. ولي شباب. شباب. الشباب الذين يقطعون البحار. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يذهبون إلى أوروبا أو غيرها يعني طلبا للمعاش وفرارا من الفقر، هكذا كلفتم لإغراقهم. والذين كانوا في الجبال هل جاءوا؟ لا. طيب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. خلاص أهل البحر أسلمتم كلكم؟ طيب لنحذر الذين في الجبال إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. 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 تكادوا تميزوا من الغيظ. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. حضرتم جن الجبال؟ كم من الملوك أنتم؟ عشرون. وماذا كان شغلكم في الجبال؟ نرسل القرابين. ترسلون القرابين؟ نعم. إلى من؟ إلى إبليس. ومن أين تحصلون على القرابين في الجبال؟ أو هي كل القرابين التي تفعل في الأرض تصلكم في الجبال؟ يعني كل منطقة فيها جبل يكون واحد على الجبل، وكل تلك المنطقة القرابين التي تفعل لإبليس مثل قبور الأولياء أو الأصنام، فكل هذا تأتيكم عند الجبل وأنتم توصلوها لإبليس، هكذا؟ لا. ولكن 20 جبل هذا لا يكفي في الدنيا؟ يكفي، لأن هذا هو يعني المجمع، يعني ليس صغار. أيوة هذا المجمع.
مثل جمع البضائع عند البشر، تجتمع حتى يكون أكبر يعني مجمع للبضائع ثم توزع، وأنتم تجمعون هذه القرابين وتوصلوها لإبليس. طيب فهمت، فعندي بشرى لكم عظيمة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، مع أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخيني، كفرت بما شركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماء، مشكلتي؟ نعم. أن أنقذكم من النار، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هل تريدون أن تذهبوا إلى ذلك المكان؟ انظروا وتفكروا جيدا. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هل تريدون هذا؟ تتبعوا إبليس إلى جهنم؟ أنت غضبان؟ نعم. هل أنت غضبان علي أنا لأنقذكم من النار؟ أو تريد أن أترككم تذهبوا إلى النار؟ عليك أن تغضب لإبليس، هو الذي خدعكم وكذب عليكم ويأخذكم إلى النار، وأنا أحاول إنقاذكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. حرمت، تقبلون الإسلام؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. لا تريدون؟ تفضلون الذهاب إلى جهنم مع إبليس؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس. لن يصدقك أحد. كيف؟ لن يصدقك أحد. وأنت هل تصدقني؟ هل ترى كلامي صدقا أو كذبا؟ إنه أمر بعيد، أنا لا يهمني هذا. تريد الفوز الآن؟ نعم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. يلبي كل طلباتنا. يلبي كل طلباتكم. مثل ماذا؟ كل ما نطلبه. وماذا طلبتم مثلا؟ القوة والملك. وماذا تملكون وأنتم في الجبال؟ نملك الجبال. وما تملكون الجبال، وماذا تفعلون بها؟ هل تأكلون الجبال؟ نأكل القرابين الذين تأكلون القرابين، صحيح، وتزيدكم قوة، وكل هذه القوة قوة شريرة وستأخذكم إلى جهنم. كيف لا؟ اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق،
اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق، اللهم أرهم الحق. لا تريد الحق. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. لا والسماء لا يكفي. يكفي خلاص، تمشوا لجهنم. فاكوا بكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فاكوا بكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فاكوا بكبوا فيها.